لا 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 وردة وهدية والله العظيم عرفتكم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده العز بان عليكم. اه طبعا كله من خيرك. ربنا ادعولي ادعولي والله بندعيلك. والله ما عرفتكم انت بان عليكم نضفت انا ارتبط بيكم والله ما سبتكم. انتوا بنات شوارع انتوا والله ما ينفع. بصوا بقى انا عايزكم في مصلحة. ايه مصلحة هتعم الخير علينا كلنا. في واحد مرابه بقالي اسبوعين ماشي معاه عربية حلوة كانت تعمل لها 200,000 جنيه. تمام 50 و50 و100 امين امين يا عم امين امين ماشي. بس اهم حاجه ورده مش عايز غلطه هديه مش اي غلطه خلينة. واحده مش عايز شوف لنا فلوس يا باشا. ايوه والله دفع 50 باكو ماشي تعالى وريه لكم. ماشي فين يا عم عامل ايه يا بخت؟ فين الرومي يا عم السليم بادي الرومي يفتح استنى بس معاك ورده احلى ورده واحلى هديه. بص بقى تربيتي خش ظبط وريهم المكان وخلص انا مستني جاي على طول ورده على مكانك الشغل جاهزه اهي ده الميكانيك ها قولوا بخ الميكانيك هو بص يا عمار قولوا له انت عمار سبعه اه خلاص اه لا اسمعي قولوا له تحت عمار سبعه ما تقفلوش الميكانيك تحت عمار سبعه ما تخليش موقف المصحف ما بيفهمه يلا يا هدي مالك اللي بيفهمه وقت صوتك هدي يلا يا عم. بص يا ورده بص يا هدي العربيه اهي مكتوب عليها محمود الجامع دي ماشي الميه ديت هكبها تحت العربيه اول ما الراجل ينزل هتقولوا له الحق في بنزين بينقط في الصبح في ميكانيكي في عمار سبعه بخ الميكانيكي في عمار سبعه الحق الحق عربيتك قبل ما تولى هتقولوا له ايه الحق عربيتك قبل ما تولى في بنزين بينقط ماشي اول ما الراجل ينزل تعرفون الراجل لا لا ما انا عامل كده حسابي انا عامل ايه بتكلموا معايا ماشي بس اوعوا خلاص تاخدوا فلوس على الفاضي انتوا لا عشان ما تنزل صوت الراجل اهي تمام ماشي اول ما ينزل كله على طول بس بالشياكه مش عايز شغل العوق ده لا عادي يا ناس عاديه عادي اه ماشي استنى اكب الميه بقى يلا يا ولدي اتأخرنا. حاضر يا بابا. ايه ده يا هند مش ده الراجل اللي احنا قررنا في الصورة؟ ايوه هو بالظبط رايح يركب العربية اهو. ايوه هو بالظبط يلا بينا بسرعة. يلا نروحوا يلا بسرعة يا هند. انا مسافر يا بنتي والله طب هو هيخلصك العربيه على طول فانا حته بص احنا نيجي نوصلك نيجي نوصلك احنا حابين نساعدك لا مش عايز اتعبكم والله لا مش عايز اتعبكم انا مش عايز اتعبكم لا والله عادي احنا هنساعدك عادي هعطلكم انا معلش انا اسف لا حابين نساعدك احنا قلنا نيجي نساعدك احنا معاك اولاد والله ربنا يخليكم يا رب ربنا يخليك هو في اخر الشارع يمين مش بعيد يعني ما مش متاخر على الصف ما شاطر والله ما تحرمش بس انا عشان من هنا يعني قولي لي خش شمال او يمين
خش تعال 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 دور 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 كاس وباشا. مين هو ده اللي عربيته بايظه بتقعد بنزين؟ انا والله العظيم كنت خلصت والله هجيب حياته غالي يعني. معلش عشان مسافر هو ما عيال صغيره. عيال صغيره في عينيا والله العظيم. ماشي ماشي حسن عينيا. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. ايه العربيه دي؟ بس ماشي انا الاثنين والله العظيم. فين المكان؟ في بالك عارف اللي كنت رايح اجيب حاجات والله لسه الصبح الصراحه قلت اجيب حد بسرعه كده. خاطري ربنا يبارك لك. انا متاسف جدا. هو فين العربيه مالها؟ بص في بنزين. بص البنزين. ده كويس. طب انت مشيت بيا ولا ايه؟ والله انا يا دوبك بس هو عرفني المكان من الشارع شارعين كده. ده كويس انت مشيتش بيه. الحمد لله. عيالك دول؟ محمد وامنيه معايا. ماشي بقول لك على حاجه. تديني نص ساعه تفتح العربيه. فين؟ تفتح العربيه. ايوه اديني نص ساعه وتعالى لي ابص لك عليها. هسيب حد 10 دقايق وجاي. تشرب اي حاجه في اي كافيه هنا وتجي لي. في كافيه هنا؟ في كافيه هنا بس الشارع الجاي ده على البحر. خدش زياده كمان. لا مفيش دعوة. انا خد عيالك انت تمشى انت اللي هظبط لك الدنيا. ربنا يخليك. طب ما تقلقش يا عم ماشي. طب انت يا محمد بسيطة خلي بالك. دي تلف الحريق دي خلي بالك دي. حياتك يا اسطى بخة بتأخر عليا. نص ساعة واجي لك. ما تقلقش والله ماشي ماشي. حفظ والصون يا ماشي. حفظ والصون. ميكانيكي يا عم. ده خلاص مفيش ميكانيكي. لان انت قال لك ميكانيكي وضحك عليك. لا ده خد عربيتي. مفيش يا عم ميكانيكي يا عم. ده جراج خلاص. لا 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 في ده خد عربيتي وقال لي هصلحها لك نص ساعه وتعالى. لا يا عم بشوف مين اللي ضحك عليك. ده جراج يا عم. ميكانيكي ايه وبتاع ايه؟ ده جراج في عربيات جوه طبعا. شوف بقى مين اللي ضحك عليك وخد منك عربيتك وقال لك ده ميكانيكي. ده المستر كان هنا قال لي هاخد نص ساعه وتعالى. مش ميكانيكي يا عم. ما تصورناش بقى. ده عربيات جوه بتاع مخزن بتاع الجراج عربيات. ميكانيكي ايه يا عم؟ شاف فيه ميكانيكي ولا شاف فيه اي حاجه تحليل ان هو ميكانيكي هنا؟ انت حضرتك من المكان هنا من المطار؟ انا صاحب الجراج ده. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اطلع على الاسم ده اعمل محضر ولا حاجه. اعمل لك ايه يا عم؟ ده جراج. افتح لك اوريك العربيات اللي جوه ان هو جراج. ميكانيكي ايه يا عم؟ شوف مين ضحك عليك وخد عربيه. نعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. اطلع على الاسم بقى. ده فصل وتعمل فينا ولا ايه؟ مش عارف. اطلع على الاسم بقى اعمل محضر بقى بسرعه. الحق نفسك. لازم ما تأمنش لحد. فين هو الميكانيكي؟ فين هو الميكانيكي؟ فين هو المحل؟ وعي نفسك، خلي بالك من نفسك. ما تأمنش لأي حد. مش أي حد يقول لك أنا الميكانيكي. خد المفتاح وامشي. نور دماغك شوية. احترسه. اللي إيه رأيك؟ صح. كان الشركة بالقناة وفعلوا زر الجرس وركبوا الفيديوهات واللايكات. واعملوا الأخيرة. سبسكرايب للقناة. يا رب يكون الفيديو عجبك. وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك يا رب.